برعاية سمو العميد الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع الذي يأتي تحت رعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المفدى القائد الأعلى أيده الله، أقامت اللجنة المنظمة مؤتمرا صحفيا برئاسة سعادة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات رئيس مؤتمر التحالفات العسكرية في الشرق الأوسط والمتحدث الرسمي لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع، وبحضور سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض وسيد تيم بورتر المدير العام لشركة كلاريون ديفنس أند سيكوريتي وذلك في مركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات. ويتم تنظيم معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2017 في نسخته الأولى بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 16 وحتى 18 من شهر أكتوبر الجاري، وهو أول معرض دولي شامل للدفاع في المنطقة، ويتضمن الوسائل الدفاعية الثلاث البرية والجوية والبحرية، وتستضيفه مملكة البحرين. أشكر سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى قائدنا الأعلى على رعاية الكريمة لهذا المعرض، وهو أول معرض على مستوى البحرين للدفاع، وأشكر سيدي معالي القائد العام على دعمه لهذا المعرض، وأشكر سيدي العميد الركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي على فكرته وبداية فكرة هذا المعرض ومتابعته للجنة العليا برئاسته لجميع الأعمال حتى وصل هذا المستوى اللي احنا وصلنا فيه. هذا المؤتمر والمؤتمر الصحفي تكلم عن التحالفات العسكرية ومعرض الدفاع بشكل عام وعن الشركات العارضة وأهمية هذا المعرض اللي في وقت مهم لما يعانيه العالم بشكل عام والوطن العربي والخليج من إرهاب وتطرف. نشكر سمو الشيخ ناصر بن حمد رئيس اللجنة العليا لتنظيم معرض ومؤتمر الدولي للدفاع. هذا المعرض ما شاء الله في نسخته الأولى استطاع أن ينجز الكثير، تقريبا جميع صالات مركز المعارض تم حجزها، هناك أكثر من 180 عارض في المؤتمر من مختلف الشركات. أيضا في نفس الوقت هناك 18 متحدث رسمي سيشارك في المؤتمر المصاحب، أيضا الفعاليات المصاحبة للمعرض، كل هذه إن شاء الله راح تصب في صناعة المعارض وتصب في صناعة السياحة. وإحنا من استراتيجية هيئة البحرين السياحة والمعارض أن إحنا نساهم ونعزز قطاع المعارض، ولا شك مثل هذا المعرض الذي سوف يقام كل سنتين سيعني يجذب الاستدامة في قطاع المعارض.